معي من الجزائر فاطمة بن براهم، محامية وحقوقية ناشطة في قضايا المرأة. مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، ما مدى جهوزية الشارع الجزائري لهذه الحملة؟ أولا، الشارع إذا كان تكلم اليوم، أنا نعتبر هذا تتمين العمل اللي قمنا به منذ سنوات، لأن الجزائر كانت أول بلاد اللي طالبت بإصدار قانون ضد التحرش الجنسي، وهذا القانون ما كانش من الرجال، طلبناه النساء، وكل جماعة قليلة وقليلة من النساء اللي شفنا باللي في هذا التحرش الجنسي كان مساس بشخصية المرأة، بحقوق المرأة، بكرامة المرأة. وإذا هذو كلهم تمسوا، معناتها حتى الراجل راهو تمس في كرامته، بأنه هو الأب والأخ والزوج والجد وكل هذه الأمور. إذا اليوم عندنا نص قانوني فعلا في الجزائر، شخصنا التحرش الجنسي، دخلناه في قانون العقوبات، ولكن جينا ننفذوا هذه المادة القانونية، صبنا حاجز كبير وهي وسائل الإثبات. ما هي عقوبة التحرش بالجزائر؟ كيفاش أصابت يعني العدد، ولا يعني واش تعني بهذا السؤال؟ عقوبة بالقانون، ما عقوبة المتحرش بالجزائر؟ ما هيش ثقيلة، لا العقوبة ما هيش ثقيلة، العقوبة ما هيش ثقيلة، هي العقوبة رضعية فقط، لأن الإنسان اللي يتحرش بامرأة ويصدر ضده حكم مثلا نهائي بالتحرش، وممكن يكون حتى في الحكم كاين حكم تكميلي يعني لنشره في الجرائد، هذه راح يحطم نهائيا المتهم. دونك العقوبه ما تهمناش قد ما يهمنا الامباكت ديال الحكم على الشخص المتحرش. دونك الجزائر اليوم مش مهم العقوبه، المهم بس شو اخر جمله سيده فاطمه، مش مهم العقوبه برايك، شو المهم؟ لا ما قلتش ماهوش مهم، العقوبه عندها اهميه، اذا كان ما كانش يعني العقوبه ما كانش المدى نص قانوني. أنا نقول باللي العقوبة الثقيلة، هي ماهيش ثقيلة، العقوبة ماهيش ثقيلة، ها واش حبيت نقول. دونك حتى ولو تكون مع إيقاف التنفيذ ولا شيء، هي أصلا عقوبة. إذا كان هذه العقوبة القاضي يأمر بنشرها في جريدة، رايح تخرج للرأي العام، والمتهم رايح فعلا ربما يفتحي على العار اللي قام به، الناس اللي جاية بعده باش تمارس هذا الشيء تعرف باللي كاين عقوبة ممكن رمزية، ولكن الصدى نتاعها يكون خطير على شخصية المتهم. ماشي طيب. طيب سيدة فاطمة، بموضوع يعني بالعقوب، مش قوية العقوبة بالجزائر بس، وكمان مش ليست على قد الأهمية ما تنفذ العقوبة، يعني حتى لو شو ما كانت. هذا ما قلتيه سيدة فاطمة، بليز صالحي لي اذا في شيء. لا وقيل المقصود نتاعي العقوبه اذا كانت نهائيه راهي تنفذ، ولكن ماهيش عقوبه اعدام، هذا واش حبيت نقول لك، عقوبه نتاع سنه نتاع حسنه مع ايقاف التنفيذ، ماهيش عقوبه ثقيله، لان المراه واش تحب؟ تحب الراجل هذا تكون عنده عقوبه ثقيله باش يستحي. كما نقول المجتمع الجزائري الى اي درجه في مجتمعات عربيه عديده تلقي اللوم بطريقه غير مباشره، حتى لو كانت غير مباشره، على المراه؟ يعني حتى في دائما تعليقات بتجي انه حسب لبس المراه بالمجتمع الجزائري الى اي درجه؟ المراه هذه عندها حق، اذا كان الاسلام حقها وكرس لها الحقوق نتاعها، ماشي الشخص اللي يقولها لماذا انت متبرجه ولا حكي شباب ولا لبستي في البطالون وبالتالي راكي هيشتيني، لا، عليه كذلك هو يحترم نفسه، يحترم نفسه لانه هو عايش في مجتمع مثل هذه المراه عايشه في المجتمع. ماناش في مجتمع وين ناكلوا بعضنا بعض، وين القوي يغلب الضعيف، لا، الجزائر كانت أول بلد اللي خضعت القرار باش تصدر مادة قانونية تعاقب التحرش، ولكن كم من بلاد عربية قامت بهذا الشيء؟ مازال إلى يومنا ما كانش، هذا يعني شيء خلينا نبهتي، وفي على المستوى الأوروبي كذلك ما كانش بلدان كبار اللي عندهم هذا القانون، نعم أول بلاد كانت كندا. ولكن في الوسط المدرسي هذا التحرش ماهوش غير تحرش جنسي،
كاين مالي، كاين اقتصادي، كاين معنوي، كاين لفظي، كاين طيب يعني إيه أنواع عديدة طبعا. سنكتفي بهذا القدر، أنا أشكرك جزيلا. اعذريني على المقاطعة، من الجزائر فاطمة بن براهم، محامية وحقوقية ناشطة في قضايا المرأة.